الدنيا فلا ترمع فلا تزرح. اسمعني زين، يا أنا بحياتك يا كرة القدم. لطيفة، أنتي ويش سالفتش؟ ليش توقفي ضد طموحي وأهدافي؟ ليش؟ أي طموح وأي أهداف اللي تتكلم عنها؟ أهدافك تتحقق بالملعب وبس، أما بواقع حياتك ما حققت أي هدف. أنت تعطي النادي دم قلبك وبالمقابل ما تحصل أي شيء، والوقت اللي تقضيه بالنادي 3 أضعاف الوقت اللي تقضيه مع أسرتك، والنتيجة وش النتيجة يا سحر؟ إيش أسوي؟ هذه ضريبة الاحتراف، وكل شيء بالحياة وله ضريبة. بس إيش قدم لك هالاحتراف اللي مصدعني فيها؟ أنت حتى مستحقاتك الشهرية ما استلمتها، وإذا استلمتها تستلمها ناقصة. يا لطيفة، يعني ما أي احتراف هذا؟ وقرص باب بيتك خربان 4 أيام وما قادر تصلحه؟ شوف وين وصل فيك الاحتراف. أي احتراف هذا؟ وراعد تنكر يطالبك بفلوسه وما قادر تعطيه، قال محترف، قال سرحان. خلاص خلاص أبوي، خلاص خلصتي كلامك ولا بعدش؟ سرحان، أنا أتكلم لمصلحتك ومصلحة أسرتك. أنا مقهورة، مقهورة من ذي الحالة اللي أنت فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيفة، النادي يواجه شوية مشاكل مادية، أول ما يتخلص من مشاكله بتوصلني كل حقوقي. وأنت إيش قال فينك؟ ها إيش قال فينك؟ طلع وروح نادي ثاني وبس. الموضوع ما بهذه السهولة، أنا ملتزم بعقود مع النادي. زين خبرهم على الأقل يعطوك ولو جزء من مستحقاتك المتأخرة عشان تتخلص من ديونك وتعيش كما الناس. روح وكلمهم عسى يطلع منهم شيء يا سرحان. المشكلة كل ما أروح أكلمهم بمستحقاتي ما عندهم إلا هالعبارة، العين بصيرة واليد قصيرة. ما أعرف إيش علاقة العين بصيرة واليد قصيرة بموضوعي. آخ بس آخ، ومع هذا بعدني بروح أكلمهم، عسى هالمرة يحسوا فيني ويقدروا حالتي. حالتي صعبة يا أبو أحمد، وأكثر من 3 أشهر ما استلمت مستحقاتي. الله يخليكم، شوفوا لكم حل معي. يا سرحان، العين بصيرة واليد قصيرة، النادي يعاني من أزمة مادية هالفترة، وبإذن الله أول ما نتجاوز هذه الأزمة بتوصل لك كامل حقوقك بإذن الله. طيب على الأقل عطوني مستحقات شهر 1، يعني أمشي بهن أموري علين قدام. يا ليت المبلغ متوفر معنا. صدقني ومثل ما خبرتك، العين بصيرة واليد قصيرة، تصدق يا سرحان؟ بس أنا كلاعب ما أتحمل مشاكلكم وهمومكم، يا أخي شوفوا لكم أي حل. الفرج قريب بإذن الله، طبعا فريقنا صعد للنهاية وانت تعرف، وبنلعب نهاية هالشهر مباراة الكاس، وبفضل الله حصلنا كثير من الدعم من شركات كبيرة. الخير جاي، لا تستعجل، الخير جاي. واجد منا هالكلام واجد. بس انت وعدتني نهاية هذا الشهر، وبنفسك قلت اللي بتحصلوا دعم كبير من الشركات يا ابو احمد. اي دعم يا سرحان اللي حصلناه؟ خلها مستورة. والله أنت اللي قلت هالكلام وأنا صدقتك. هو شيء دعم ما أنه ما شيء، بس دعم لا يذكر دعم، يعني ها بسيط جدا. بعدين للأسف ما في أي دعم نقدي. يعني ما حد دعمكم بفلوس؟ سلامتك، فلوس ما شيء. عاد يوم دعمونا دعمونا بكراتين ماي وكنا ميتين عطش، واللي دعمنا بطبول للجماهير. بالله عليك احنا ناقصين طبول؟ والحين يعني انتظر كالعادة؟ والله مثل ما خبرتك يا سرحان، وهذه الحالة مثل ما تشوف، العين بصيرة واليد قصيرة. العين بصيرة واليد قصيرة، وسرحانو ما عارف مصيرة. علو هي. سيب السيب ساير جاي، السيب حد رايح، السيب السيب السيب، خل السيب سكر حليب، يلا 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 يلا. لو سمحت الحبيب، بغيت الحيل. ركب ركب، السيب السيب حد رايح، السيب سكر حليب، تفضل تفضل اخوي، بسرعه بسرعه، خلا يلا بعد يلا. يا اخي كاني شايف انك في مكان ما انت ابوي مسماي سرحان. هو بعين ابوي سرحان، سرحان نعم. مو جابك تسوق تاكسي
جاحينك تلعب في النادي. جابتني الظروف أخوي، إيش أسوي؟ باغي أعيش وأشتغل على أولادي. عجب والنادي مهباته. هي النادي آخ، الله يكون في عون النادي. النادي ما خذيت منه إلا العين بصيرة واليد قصيرة. العين بصيرة والإيد قصيرة. آخ العين بصيرة والإيد قصيرة. آخ آخ يا قهر يا النادي. الدنيا فلا ترمع فلا تسرح.